نظم وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم المصري الأوروبي للطاقة، وذلك قبل 50 يوما من انطلاق الدورة 27 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. وأكد المشاركون في يوم الطاقة الذي أقيم بالتعاون مع وزارات البترول والخارجية والكهرباء والبيئة والتعاون الدولي أهمية تعاون جميع الأطراف في المجتمع وجميع الدول للمضي قدما نحو الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية. شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تجسدت في الاحتفال بيوم الطاقة الأوروبي المصرية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها مصر للحد من التغيرات المناخية. نحن نحتفل اليوم مع مصر بيوم الطاقة الأوروبي، وقد بدأنا الاحتفال بركوب الدراجات في شوارع الزمالك، وكان هناك عدد كبير من المشاركين، ونعتبر هذا اليوم فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه المناخ وكيفية التقليل من الانبعاثات الملوثة للبيئة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ. الاحتفالية التي حضرها سفير الاتحاد الأوروبي وممثلون عن وزارة البترول والتخطيط والبيئة لفتت إلى الاستعدادات الأخيرة لقمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. الحقيقة الحدث بتاع النهاردة مهم جداً، لأنه بيتكلم على موضوع بيشغل العالم كله، موضوع الطاقة، سواء توفير الطاقة خاصة في ظل الأسعار المرتفعة بالأحداث العالمية، وكمان علاقة الطاقة بتغير المناخ. احنا ان شاء الله ماشيين بخطى كويسة جدا، على سواء على الجانب التنظيمي او على الجانب السياسي والفني او على جانب الأيام الموضوعية وغيرها اللي هتتم خلال المؤتمر، فان شاء الله نكون جاهزين بفترة كافية قبل نص عشرة، نكون جاهزين تماما كدولة مصرية. هو مؤتمر مهم جدا زي ما قلت، مؤتمر دولي ليس مؤتمر مصري، تشارك فيه أكثر من 198 دولة، 1500 وزير، بنتكلم على 120 رئيس جمهورية، بنتكلم على من 30 ل 40 ألف مشارك. كما شهدت الاحتفالية العديد من الأنشطة الرياضية للشباب والكبار والأطفال بهدف التشجيع على ضرورة استخدام الأساليب المتطورة في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث. النهاردة في يوم الطاقة بنتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم ماراثون درجات شارك فيه أكثر من 500 شاب وفتاة، وبدأنا فعاليات اليوم النهاردة، وبيشارك معنا كمان أطفال وبيشارك كمان معنا كبار، فمختلف الأعمار بيشاركوا معنا من الجنسين، فدي حاجة لطيفة جدا، وبنعكس يعني دور الدراجة في يعني الحفاظ على البيئة والحد من العوادم الناشئة عن المركبات اللي بتمشي في الشارع. هذا وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ الذي يعتبر واحدة من أكبر المؤتمرات الدولية لوضع الحلول والخطط لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة.